اوكي، انا اسمي رينات، انا عندي 21 سنه. منى خالد 20 سنه. سيف الدين احمد رمضان 18 سنه. عمر بدراوي 20 سنه. مريم قرشي 20 سنه. امي ايمن 19 سنه. سلمى 18. فريده 19. هدي 18. اسمي منى رجب، سني 22 سنه. قبل ما اليوم يخلص نفسي اختفي، اكل بس اشوف امي فرحانه. مقدم على PhD ومستنين حد يرد عليا، ف يا ريت يرد النهارده، يعني ده لو رد يعني. اوكي. عايزة ان انا واخويا نتصالح، لان انا يعني متخانقين وكده. انا المفروض مسافرة كمان الساعة 4، رايحة عشان انا مش من هنا، بس يعني المفروض مسافرة الساعة 4 ونفسي مش عايزة اسافر. نفسي بابايا يكلمني يقولي ما تجيش. مش عارف اني افرح بجد. يجيلي خبر حلو يهون اليوم العادة ده بجد. يجيلي تذكرة سفر. نفسي اشوف حد unexpected قوي اني اشوفه النهاردة. اني اشوفه. نفسي اسافر، فلو اقدر اسافر دلوقتي حالا اسافر. نفسي انجح في حاجة I guess. اروح البحر واتعلم سيرفينج. نطير يعني اي حاجه تخلينا نفرفش كده، يعني في جو الامتحانات اللي احنا فيه ده كل شويه كوزات كوزات. نفسي اصلي ايه؟ شايف يجيلي acceptance للانترنشيب مقدم عليها؟ تطلع لي جناحات او النهارده. عايز اروح اشوف اهلي بقالي كتير. كبير اشوف حد بحبه. نفسي اكون اتخرجت من الجامعه صراحه. I don't know. اكلم اختي. نفسي ربنا يكون راضي عني.